بشكل واضح جدا، وده الحقيقة اللي بيخليها تلمس شغاف كل الناس اللي بتتابعها. يمكن اللي يبص في الفترة دي كان ممكن يقول فاتن حمامة ممكن ما تبقاش في الصفوف الأولى، في كان طلعوا نجمات بيغنوا، شادية مثلا تجيد الغناء بشكل كبير والتمثيل، طلعوا في الجمال أجمل، مريم فخر الدين جمالها لو حسبناه بمقاييس مثلا معينة كشكل وملامح وفي رسمة ما نقول مثلا دي هتبقى فنانة أجمل منها، هي لم تكن أجمل الجميلات ولا صوتها مثلا غنت، ما عندهاش تجارب حتى الغناء في أفلامها، في بعض الأحيان بيجي حد مكان صوتها لأن هي ما كانتش صوتها ما تقدرش تغني وما دخلتش التجربة بفكرة الغناء، لكن رغم ان الناس تشوف ان ده قصور مثلا او اقل من الاخريات الا انها لا، الحقيقة كانت على نفس الدرجة من النجومية، يعني كنا بنشوف افلامها جنب هؤلاء إن لم كلهم تكن نجمات. أميز كمان، إن لم تكن أميز. بس هو الحقيقة كل واحدة في الممثلات اللي ستك ذكرتيهم النجمات، كل واحدة ليها سمة، وكل واحدة ليها مناطق القوة عندها. قد لا يبدو واضحا أي مناطق للضعف، بس هي يعني شادية قدرة على الغناء وخفة ظل، وبطبيعتها البنت المرحة، البنت اللطيفة، البنت اللي كذا، زائد انها ممكن تبقى ممثله يعني ميلودراميه على درجه هائله جدا من الجوده، ده لون. مريم فخر الدين البراءه، انها مش متوائمه، وشها في شيء ملائكي كده. صحيح. تلاقي هدى سلطان دي 10 نساء في واحده، يعني ممكن تبقى اي حاجه هي عايزاها. بس فاتن حمامه تتسم بانها البنت اللي فيها نوع ما من الصلابة الداخلية بالرغم من ظروف القهر اللي محيطة بيها في البداية، المشوار اللي قطعته كمان مشوار بيلخص مشوار البنت المصرية، إنها بتبدأ من الأربعينيات. في هذه الفترة ما كانش الحضور للبنت المصرية حضور واضح على الخريطة الاجتماعية، كان باستمرار أقرب ما تكون للتابع انها امينه، انها البنت قليله الحيله، خاصه وان انتوا مع احترامي ليكم جميعا ما كنتوش لسه دخلتوا التعليم صحيح، واشتغلتوا المرأة ما كانتش وبقت تم تمكينها بشكل كبير، وكنا بنشوف ان مش بالسهل، يعني في امرأة موجودة حتى في السينما بس ما كانش المجتمع يعني بيسقف لهم انهم دخلوا السينما. ما يعني ما كانش لدرجه ان مثلا في فترة من الفترات واحنا مش قادرين، يعني احنا كنقاد مش قادرين نعرف على هو ليه ما فيش محامية، ما فيش مدرسة، ما فيش كذا، الا في فترات لاحقة. فتقال لنا لان في قانون في الرقابة ان انت مالكش دعوة بالناس اللي عندهم مهن ليها نقابة. وواقعيا ما كانش فيه بقى زي حضراتكم ممثلات ومحاميات و ومهندسات واطباء كانت طبيبات، الأمور مش كانت سهلة. الامور مش سهله. والحقيقه هي فاتن حمامه بدات كمان من البدايات تماما، يعني يوم سعيده وهي طفله صغيره هي كانت مش سهل، رغم ان هي دايما في احاديثها بتقول احتووها بشكل كبير، معامله لطيفه، ما فيش ارهاق قوي في الشغل، كانت دايما تحكي قصص لطيفه عن عبد الوهاب وعن المخرج وازاي بيدوها المعلومه، مش بقى بيزعقوا لها او بينهروها او ممكن ده شفناه كتير مع فيروز، مع كل اللي تعامله مع المخرجين في الوقت ده كانوا بيشوفونها لعبه. هي في يوم سعيد كانت أول طلة، ايوه والحقيقة سرقت القلوب، يعني سبحان سرقت الله. القلوب لدرجه ان محمد كريم المخرج الرائد بعد ما جابها وابتدى يجربها، وكان السيناريو كان مكتوب، فخد السيناريو تاني واعاد كتابته، او اعاد على الاقل المشاهد بتاعتها، طولها وضاف عليها حاجات. صحيح، في يوم سعيد يمكن هي مش البطله دي، هي كانت بتجيب له الحاجات لكن مشاهدها كترت، ما كانتش كده في الاول لا ما يعني. كانتش كده، لا ده هو اضافها، لان هي فعلا الكاميرا بتحبها، ودي مساله بتاعت ربنا. الكاميرا ممكن تحب شخص وما تحبش شخص تاني، الكاميرا بتحبها. وملامحها كانت بريئه وشعرها لطيف، يعني رغم ان هي مثلا فيروز كان شعرها طويل وليها شكل معين كده زي العرائس، لكن دي كانت طبيعيه قوي، بنت زي كل زي البنات كل في البنات سنها يعني. بالظبط. انت لوحدك؟ امال فين عزوز بيه؟ روح روح ليه؟
أكل النهاردة حلو قوي، في مشمشية. إيه؟ في مشمشية. ياه، أنت تحب المشمشية؟ قد إيه؟ قدك أنت يا شيخ، أنا بحسبك بتحبيها قوي. قدك أنت يعني قد كده. طب وبتحبيني أنا ليه بقى؟ بحبك ليه؟ أيوه كده من غير سبب، لازم تقولي لي بتحبيني عشان ايه. بحبك ليه؟ عشان بحب. لا لا لا، انا عارف انت بتحبيني عشان ايه. طب ليه؟ عشان بطبلك بيانو. ابدا. امال عشان ايه؟ عشان انت لوحدك يعني، مالك سنين ومالك شباب. بس الفترة دي كنت شايفها ازاي، من هي من ظهورها في يوم سعيد الى انها بدأت تاخد بطولات بقى واضحة وشخصيتها تكبر شوية، من ان هي تبقى ابنة تبدأ تبقى شابة شوية، هل كان في تبني ليها من من الجو والحياة السينمائية في الوقت ده؟ هو الحقيقة الواقع نفسه هو اللي اتغير. الواقع نفسه اتغير، ان البنت المصرية بعد 52 بالذات كان في اتجاه لفتح المدارس للبنات. صحيح، ودعمهم في الشغل ودعمهم في أماكن كتيرة. وبعدين لأول مرة تفتتح مدارس اسمها الثقافة النسوية. جوز كبار السن أمثالي يفتكروا المسألة دي، أخواتهم البنات يقول لك أنا هاخد الإعدادية وأخش الثقافة النسوية 3 سنين وتطلع تشتغل موظفة، موظفة تكتب آلة كاتبة لكنها تقدر تنضم لقوى العمل بقى اللي موجودة. بالظبط كده، فدي كانت خطوة مهمة جدا جدا. علشان كده الحقيقه اللي كان بيترجم ده ادبيا ترجمه جميله جدا وابداعيا احسان عبد القدوس. احسان في القصص بتاعته بيلمس اشواق البنت المصريه للاستقلال وللحريه والكذا. علشان كده فاتن حمامه من اكثر الممثلات اللي جسدوا بطلات لاحسان عبد القدوس. ايوه، وهنا بقى بيبان قد ايه هو جميل في، وهي كانت موفقه قوي في فيلم الطريق المسدود. طبعا الطريق المسدود. الطريق المسدود ده مدرسه بتتمرد على القيم السيئه بتاعه اسرتها. وتروح تشتغل في بلد وبتكتشف ان القريه دي قريه يعني تكاد تكون قريه ظالمه. فيها فساد وفيها وبتقف وكده، وبعدين حتى الشخص اللي هي يعني بتعزه وبتحترمه بيجي في اللحظه الحاسمه بيخذلها. فبتقرر انها ترجع القاهره، ترجع القاهره وهي تقف على اقدام راسخه وبتحاول بقى كده كمان انها تواجه الحياه وتواجه مصيرها وهي اللي تبقى يعني مساهمه في صنع هذا المصير. واظن ان البطله دي اللي كانت مدرسه في الفيلم الطريق المسدود هي اللي بقت أبلة حكمة في ضمير أبلة حكمة، في ضمير ضمير أبلة اللي هي النظرة، اللي هي النظرة صاحبة الضمير والرسالة الهادفة دي، هي دي هي امتدادها بقى، هي دي امتدادها يعني. ففي خط مرش في عند فاتن حمامة في أبطالها، مرش جميل راسخ بيتقدم مع تقدم البنت المصرية، وبتحاول بقى في كل مرحلة من المراحل هي والناس اللي معاها انهم يقدموا جديد للبنت المصرية.